الذنوب عواقبها مش حلوة. يقال ان ممكن الانسان يعمل ذنب من 20 سنة يظهر اثره دلوقتي، ان يعني ممكن يكون انا وانت وغيرنا عندنا ذنوب كتير، بس في ذنوب موجودة منعنا من التوفيق في امور معينة انها تتيسر. فاحنا ندعي نقول اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع التوفيق، والتي تنزل غضبك، والتي تنزل سخطك، والتي تمنع البركة. في نفس الوقت ما نروحش نعمل ذنوب جديدة.